منذ مدة طويلة وكنت يومها غائبا عن أهلي، حضرت إلى البيت فوجدت أخي الأصغر مني يسيل الدم من رأسه، ووالدي وإخواني حوله يعالجون جرحا في رأسه، فسألت عن الذي جرحه، فقالوا لي إن ابن عمه ضربه على رأسه فشجه نتيجة مشاجرة وقعت بينهما، وقد غضبت كثيرا يومها، فقلت علي الحرام لأجرحه كما جرح أخي. وبعد مدة قليلة قام شخص بالصلح وصالحهما. السؤال: ما حكم قولي علي الحرام؟ والعرف عندنا الذي يقول علي الحرام كأنما يقول علي الطلاق، ما حكم هذه اليمين وهل تقع علي كفارة؟ أرشدوني بارك الله فيكم. الذي ينبغي للمسلم في مثل هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم وعدم العجلة وعدم التسرع، فما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب هذا لا يليق بك. وأما ما تلفظت به من الحرام على أن تنتقم من الجاني فهذا يرجع إلى نيتك، إذا كنت نويت بالحرام نويت به طلاق زوجتك فإنه يكون طلاقا على ما نويت، وإذا نويت به الزوجة، نويت أن الزوجة حرام، يعني قصدت بقولك علي الحرام أي أن زوجتك عليك حرام ولم تنوي به طلاقا، فإنه يكون ظهارا، يلزمك كفارة الظهار وهي صيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار أولا العتق، إذا قدرت على اعتاق الرقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصيام لعذر شرعي فإنك تطعم 60 مسكينا، هذه كفارة الظهار. أما إذا كنت نويت به يمينا فقط لم تنو به طلاقا ولم تنو به ظهارا، وإنما قلت علي الحرام ولم تنوي لا الطلاق ولا الظهار، فإنها تكون يمينا مكفرة، يلزمك كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين على التخيير، أيها قدرت عليه أجزأك، العتق أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب أو إزار ورداء حسب عادة البلد. فإذا لم تستطع شيئا من هذه الأمور الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. والحاصل أن قولك علي الحرام فيه الأمور الثلاثة: إن نويت به الطلاق فهو طلاق على ما نويت، وإن نويت به الزوجة أي حرمت زوجتك به فيكون ظهارا، وإن لم تنوي طلاقا ولا ظهارا وإنما نويت اليمين فإنه يكون يمينا مكفرة. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.